بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن في هذه الحلقة 21 بعد الألف. نتناول آيات من سورة يونس، يعلمنا الحق تبارك وتعالى دروسا من قصص الذين سبقون. ففي قصة موسى عليه السلام عندما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن جاي دلوقتي تقول أنا آمنت، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. جاي دلوقتي افتكر ان مفيش اله غير اله واحد، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. النهارده هننجيك بجثتك بس وتحفظ في المتحف وتبقى عبره للي بعدك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عبره ومعجزه. يا ترى واحنا بنتفرج على مومياوات الفراعنه وجثث الفراعنه المحنطه بنفتكر الحدوته دي، ولا الجماعه بتوع الاثار بيقولوا كلام تاني؟ فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. في ناس كتير جدا ولا يعرفوا أي حاجة، ولا مرشدين سياحيين فاهمين أي حاجة عن الموضوع دي. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، أعدناهم في الأرض المباركة في سيناء وأنزلنا عليهم المن والسلوى ورزقناهم من الطيبات. قالوا لا، عايزين نعبد العجل يا جماعة، ما ينفعش. وذهب موسى لميقات ربه فعبدوا العجل. سيدنا هارون يقول لهم يا جماعة ما ينفعش، ده إلهكم إله واحد، مين وراكم المعجزات؟ مين اللي نجاكم من فرعون؟ قالوا له لا، هنعبد العجل. عبدوا العجل، ولما عبدوا العجل طبعا سيدنا موسى رجع لهم بيعبدوا العجل، كسر العجل ومسك السامري ويعني عمل عمايل وأخذ برأس أخيه جره إليه. المهم ربنا حكم عليهم أن يقتلوا أنفسهم، فانقسموا فريقين، فريقا يعبد العجل وفريق ما كانش بيعبد. قعدوا يقتلوا بعض حتى قتل منهم عدد كبير. سيدنا موسى قال له يا رب إن شئت أهلكتهم من قبل وإياي، يا رب هنموتهم دلوقتي. ثم عفى الله عنهم واعتبر من مات من هؤلاء وهؤلاء شهيد، كأنهم قد كفر بعضهم عن بعض، اختلفوا. تعالوا بقى نفتح الأرض المقدسة. لا لا لا، مش هنطلع يا جماعة، تعالوا. لا لا لا، روح أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ايه اللي اذلكم كده؟ الذله، المعصيه، عباده العجل، الخوف من غير الله اذلهم وخوفهم ورعبهم. تعالوا نفتح الارض، تعالوا نطهر المسجد الاقصى. لا 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 لا، للمسجد رب يحميه. الحدوته دي قديمه ولا حدوته جديده؟ ولقد بوأنا بني اسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. معهم علم ومعهم بينات ومع ذلك كفر. تعالوا نفتح الأرض. لا لا لا، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة. في ناس كتير اليومين دول ده قولهم، اللي عاوز يحارب يحارب. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وبيقول لنا بقى ربنا، بيقول لنا احنا، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. اسأل الناس اللي عندهم علم حق، القرآن ده غلط ولا صح؟ اسأل الناس اللي عندها مخ اللي بتعرف تقرأ. فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ياك أن تشك. اللي بيحب ربنا يقرأ القرآن كتير، يا عنده إيمان وقوة وصلابة يهد شياطين الدنيا. والله العظيم اللي يفقه القرآن يرد على الدنيا كلها. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. اوعى تشك. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. واوعى تكذب. في ناس بتستهزئ بآيات الله لغاية النهاردة. واحد بيقول لك انت عاوزنا نؤمن بكتاب بيتكلم عن التين والزيتون؟ ما يعرفش ان التين والزيتون دول معجزه من المعجزات العلميه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. اوعى تكذب بآيات الله. كنا في مؤتمر طبي مره ومعانا اساتذه الجامعه وعاملين ابحاث على منتجات النحل، وجالنا وزير محترم، فبيقول يا جماعه يعني ايه الادله العلميه على ان في منتجات النحل شفاء؟ فاستاذ في كليه الطب قام وقال أول دليل علمي قول الله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون
أول ما بدأ يقرأ آية النعل، لا 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 أنت هتقول القرآن بلاش درواش، بلاش درواش، قرآن إيه؟ والقرآن ده دليل علمي، القرآن ده كلام درويش، ما ينفعش علم. رجل وزير مسلم في دولة مسلمة. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. عرفت مين بيكذب آيات الله؟ بندرس في كلية الإعلام نظريات غربية وشرقية. طب ونظريات الإعلام الإسلامية؟ ما عندناش إعلام، احنا عندنا إعلام. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. في ناس كده قلوبها مقفولة قفلة، تروح له يمين يجي لك شمال، فيش ولا حجة نافعة معاه خالص، ما بينفعش معاه غير الألم. بس هو لو ربنا سبحانه وتعالى لو كل واحد كفر عذبه، لو كل واحد عمل ذنب بعينه عماه، لو كل واحد سمع حاجة غلط طرشه، ما فيش حد يعصي كده، يبقى الناس مقهورة، يبقى لازمتها ايه؟ الجنة والنار. ولو أن الله سبحانه وتعالى ظهر لعباده، طب الناس هتعصيه ازاي؟ يعني لو واحد صاحب عمل وبيراقب الناس العمال بتوعه قاعد له ومفتح وكويس، هيسرقوه وهو قاعد؟ ده إذا كان راجل غافل. فسبحان من أخفى ذاته عن الناظرين ليختبره. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. تصور أن السورة كلها اسمها سورة يونس، ومع ذلك ما فيهاش من قصة يونس إلا الحكاية دي. يعني السورة كلها اسمها سورة يونس، يعني زي سورة البقرة كده فيها حكاية بقرة بني إسرائيل. سورة يونس بتحكي عن قصة يونس، يونس وقومه. يونس بعث إلى 100,000 أو يزيدون، قعد يدعوهم إلى الله، يدعوهم إلى الله، أهملوا ما استجابوش، ما أزهوش ولا حاجة، زهق منهم سابهم ومشي. لما سابهم ومشي فاقوا، يا جماعة يونس مشي، طب هنعمل ايه؟ لو مشي ودعا علينا هنهلك. لحقوا نفسهم، قعدوا يستغفروا ربنا ويستغفروا ربنا ويسجدوا ويركعوا ويستغفروا ربنا، وبقوا حلوين قوي. سيدنا يونس ربنا بعثه الى قوم، سابهم ومشي. هل يجوز ان ربنا يكرمني بعلم واكتمه، احفظ القرآن لنفسي، احفظ القرآن عشان اقراه على المياتم؟ يعني هل يجوز ان انا ربنا يعلمني العلم والفقه واكتمه مالوش لحد؟ يبقى اللي يعرف أغاني ويعرف أفلام ويعرف أعمال ينشر الفساد، واللي يعرف علم وفقه كتمه وقاعد ساكت، ما فين ورثة الأنبياء؟ فعشان كده ربنا عاتب يونس، أنت سبتهم ومشيت ليه؟ فلما سابهم ومشي ركب سفينة، لما ركب سفينة ساهم، أول ما جم في وسط البحر طلعت أمواج عالية، قالوا يا جماعة ده في حوت كبير هنرمي له حد، يعملوا القرعة دعوا على سيدنا يونس، لا 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 نعيدها تاني، يعملوا القرعة تيجي على سيدنا يونس، لا 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 نعملها تالت، تعملوا القرعة جت على سيدنا يونس راح قايم رمي نفسه، هو بيرمي نفسه الحوت فتح بقه دخل جوه بطن الحوت. لو أي حد حكى لك هذه الحدوتة، واحد رمى نفسه في البحر فجاء حوت بلعه، ما دام بلعه الحوت خلاص، بلعه الحوت هتعمل إيه؟ الحوت ده طوله 30 متر، يعني بطن الحوت يعني كبيرة كبيرة، عاملة زي بطن الطيارة، كنا راكبين طيارة جنبه والطيارة دي كان فيها 550 راكب، وبعدين الطيارة طارت بينا وبعدين نزلت، فلما نزلت الطيارة فتحت أبوابها ونزلت الناس. والله تخيلتها أنها نسر كبير، نسر كبير قوي شال الناس دي كلها، وبعدين نزل فتح جناحاته نزل الناس اللي كانت فيه. بيفكرني الطيارة الجنبه بتفكرني بإيه؟ بحوت يونس بلعه، وبعدين بعد ما بلعوا فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطني لا يوم يبعثون. بعد شوية يومين ثلاثة خرج رماع الشط فتح بقه كده ورجعه، فلما رجعه خلاص بقى رجع إلى قومه، لما رجع إلى قومه لهم آمنوا. الله، يعني أنت تعمل اللي عليك، الهداية بتاعت ربنا. عشان كده ربنا قال للنبي محمد اوعى تعمل زيه، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، اوعى تعمل زيه وتسيبهم وتمشي. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. طبعا السورة كلها اسمها سورة سيدنا يونس، وما ينفعش نعدي سورة سيدنا يونس من غير ما نفكر الناس بيونس. لما ربنا يبعثك لحد أو يبعثك في قوم أو في حي أو في قرية أو في شارع، اوعى تكفر بهم وتتركهم وتمشي وتخون الأمانة
إما ما عندكش وفاء. وأول الوفاء وفاء لأهلك. يا رب اجعلنا من الأوفياء لأهلينا. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.